الله الرحمن الرحيم. الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مع برنامج مع الصائمين. مشاهدينا، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقر إحضار الأطفال للمساجد، وفي الجانب الآخر نشاهد المشاكل التي تسببها الأطفال في مساجدنا. نتناقش حول هذا الموضوع مع مشايخنا الواعظين بوزارة العدلي والشؤون الإسلامية والأوقاف فضيلة الشيخ الدكتور زياد السعدون. حياك الله دكتور. حياكم الله وبارك الله فيكم. وفضيلة الشيخ بلال يوسف، حياك الله. حياك الله أخي. شيخنا، في البداية لو نتكلم عن الأطفال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حول ذهابهم للمساجد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. في الحقيقة مسألة الأطفال ووجودهم في المساجد هذه من المسائل التي يكثر الجدال حولها، فمن الناس من يمنع وجود الأطفال مطلقا، ومنهم من يفتح الباب على إطلاقه. وإذا نظرنا إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في التعامل مع الأطفال لا سيما في المساجد، فنجد أنه عليه الصلاة والسلام لم يمنع من ذلك، بل كان يحبب هؤلاء الأطفال ويرغبهم في حضور بيت الله عز وجل وحضور وشهود الصلاة، الناس الذين يصلون صلاة الجمعة، صلاة الجماعة، حتى يعتادوا على ارتياد المساجد. وهذا في مواقف كثيرة لا سيما مع سبطيه الحسن والحسين رضي الله عنهما، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالحسن أو الحسين معه للمسجد ويصلي بالناس، ويضعه عليه الصلاة والسلام بجانبه إذا صلى. وكان إذا صلى عليه الصلاة والسلام وسجد ارتحله الحسن أو الحسين وركب على ظهره حال السجود، حتى إنه أطال مرة في سجوده عليه الصلاة والسلام، فسأله الصحابة رضوان الله عليهم: أطلت في السجود يا رسول الله حتى ظننا أنه قد حدث أمر أو أنه يوحى إليك؟ فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لم يكن هذا ولا ذاك، ولكن ابني هذا ارتحلني. عجيب. يعني ركب على ظهري حال السجود، فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعني يقوم قبل أن يقضي ما يريد من اللهو واللعب، ولذلك أطال عليه الصلاة والسلام في سجوده. هذا من المواقف. كذلك مواقف أخرى كذلك مع الحسن والحسين، كان معه عليه الصلاة والسلام وكان يصلي، وكان كلما سجد ارتحلوه عليه الصلاة والسلام وركبوا على ظهره، وإذا قام وجلس أخذهما برفق عليه الصلاة والسلام وأنزلهما عن ظهره. عجيب. ليجلس في الصلاة، ثم بعد ذلك إذا سجد عاد مرة أخرى، وهكذا. فلم يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما تعامل معهم برفق. وكذلك ابنته زينب، أمامة ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ماتت أمها وهي صغيرة، فكان يشفق عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي بها معه للصلاة، لصلاة الفريضة مع الناس، فكان إذا صلى يكون حاملا لها عليه الصلاة والسلام، فإذا سجد وضعها، وإذا قام حملها على كتفه عليه الصلاة والسلام، فكان يشفق عليها، وهذا يراه كل الناس، دلالة على أنه ليس هناك مانع من إحضار الأطفال إلى المسجد ويشهدون الصلاة، لا سيما إذا كان الإنسان محتاجا أن يحضر أبنائه إلى المسجد معه. بل إنه عليه الصلاة والسلام حتى في خطبة الجمعة كان يخطب، ودخل الحسن والحسين وهو يخطب عليه الصلاة والسلام، فأوقف الخطبة ونزل عن منبره عليه الصلاة والسلام وأخذهما وحملهما وصعد بهما إلى المنبر، ثم قرأ قول الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. عجيب. أي نعم. فقال: رأيتهما فلم أصبر حتى أخذهما عليه الصلاة والسلام، ثم استمر في خطبته. فهذه النصوص تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمنع من دخول الأطفال إلى المساجد، لكن هذا لا ينافي أنه لابد أن يؤمروا ويعودوا على السكينة والوقار والهدوء في المسجد، لا سيما وقت الصلاة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي إن كان هناك بعض الأطفال يبكون ومع أمهاتهم مثلا في المسجد، فكان إذا سمع كان يدخل الصلاة عليه الصلاة والسلام يريد إطالتها،
فإذا سمع بكاء الصبي تجوز في الصلاة، يعني اختصرها ولم يطل، قال لوجد أمه، ليعلم من شدة وجد أمه لبكائه. فهذا فيه مراعاة كذلك للأطفال. فهذا كله يدل على أنه لا مانع من إحضار الأبناء. بعض البعض قد يستدل بحديث جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم، والحديث هذا لا يصح، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا شك أنه يخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته وتعامله مع الأطفال في المسجد. جميل. مع كل هذه الأحاديث اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها الشيخ بلال، دكتور زياد، يعني الطفل يعني من وهو صغير مثلا عمر شهرين إلى مثلا يبلغ، هاي كلها يعني يسمى طفل عندنا يعني. فمتى ممكن نودي أطفالنا ونعودهم على المساجد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه القضية تقريبا حاضرة في أغلب المساجد بين من يعني يحضر أولاده إلى المسجد ويحاول أن يدربهم ويعودهم على المسجد، وبين من ينفر من وجود الأطفال في المسجد ويتضايق، ويعني بل يعاتب أحيانا الآباء إذا أتوا بأبنائهم وحصل تصرف من الطفل. صحيح. فهي مسألة يعني كما يقول مسألة واقعية في كل مسجد. أولا قبل أن يعني نجيب على هذه المسألة والتفريق بين من يحضر ومن لا يحضر، أولا علينا أن ننظر إلى أن كم من الأطفال لا يأتون، هم ترى القلة اللي يأتون. صحيح. ثانيا أن ما ذكره الشيخ بلال من آثار وأحاديث صحيحة ثابتة في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يشجع الأطفال بل يراعيهم حتى في بعض التصرفات التي قد تعيق الصلاة. صحيح. كما حصل مع صبطه الحسن بن علي رضي الله عنهما. هذا كله يدل على أن ربط الطفل في المسجد من هذا السن أمر مطلوب شرعا، لكن هذه النصوص التي ذكرها الشيخ بلال من قضية لعب الحسن رضي الله عنه على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، حمل أمامة، نزوله من المنبر يوم الجمعة وحمله للحسن والحسين رضي الله عنهما، كل هذا يدل على الأصل، على الجواز. لكن هذه لم تكن تحدث دائما، يعني هذه حدثت لأن النبي عليه الصلاة والسلام مشرع، فهذه تحصل لبيان الجواز بل لي يعني سنية ذلك. لكن لو كان الطفل الذي يؤتى به يفسد على المصلين صلاته، يعني بعض الأطفال يكون يعني الحركة يعني عنده فرط حركة كثير جدا ويصدر أصوات وكذا وتتكرر مش مرة ومرتين وثلاثة، هذا لا، هذا ينصح بأن لا يؤتى به إلى أن يهدأ. أما يعني مثلا الطفل الصغير ممكن الأم تأتي وتصلي ومعها طفل صغير، هنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أشار إليه فضيلة الشيخ بلال أن النبي عليه الصلاة والسلام يريد الإطالة ثم يعني قصر الصلاة شوي. ليش؟ رحمة بالأم وشفقة عليها، لأن قلبها متعلق بمن؟ بطفلها. فلم يقل بعد الصلاة لا تأتوا الأطفال. صحيح. وهذا دليل يمكن الشيخ أنه ممكن تصدر أصوات، ممكن يعني، ولذلك يعني لعلنا يعني نجعلها يعني فقرة مستقلة، كيف التعامل مع الأطفال عند حدوث بعض الأشياء. ولذلك نقول هذه المسألة حقيقة يجب أن ينظر المصلون إلى عدد الأطفال الموجودين في المسجد، لا يساوون بالنسبة للنسبة والتناسب شيء مع الأطفال الذين هم في بيوتهم. بل نرى أنه مثلا بعض الآباء ممكن الطفل يقول له أذهب معك المسجد ورايح الصلاة، يقول لا خليك في البيت. صحيح. فتعود الأطفال على المسجد وهم صغار، هذه بداية تربية وبداية يعني تعلقهم إيمانيا بالدين وبالمسجد. أما الطفل الذي يحصل منه يعني عبث كثير في المسجد والقضية تتكرر، ليست قضية مثلا حالة أو حالتي، لا دائما هذا الطفل كل ما يأتي به يعمل مشكلة. صحيح. يعني مثلا بعض الأطفال الإمام يقرأ راح سكر مكبر الصوت، عجيب.
مصلى النساء الآن لا يسمعون، إذا كان العدد كبير ربما يسمع فقط هذا. فهذا لما تتكرر منه مرة ومرتين هذا الإتيان به حقيقة مضر بالصلاة. لكن ممكن يعني كما أشار فضيلة الشيخ بلال أنه يعلم ينبه يدرب، لكن إذا بدر منه إفساد للصلاة لا، فنقول هنا في هذه الحالة حتى لو كان يعني أبو 7 سنوات 8 سنوات نقول إلى أن يعني يتأدب بآداب المسجد بآداب الصلاة في تلك الساعة يحضر إلى المسجد. نعم نعم. شيخ بلال، ما هو دور الآباء والأمهات في يعني تربية أبنائهم على معرفة آداب المساجد؟ نعم. أن إذا راح المسجد يتأدب بآداب المصلين. نعم، هو في الحقيقة أنه الأمر بالصلاة للأبناء هو أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، مروا أبناءكم بالصلاة ل7 سنين. هذا الأمر يشمل كل ما يتعلق بالصلاة، من حيث صفة الصلاة، من حيث شروط الصلاة، أركان الصلاة، كذلك علاقتهم بالمسجد وصلاة الجماعة. فالأمر بالصلاة ل7 سنين يشمل كل هذه الأمور، لا سيما صفة الصلاة، يعني هذا أمر مهم. صحيح. ينبغي أن يتعلم الكبار ويعلم الصغار صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. لا تكون الصلاة أمر متوارث كما رأينا أباءنا يصلون نصلي. صح. وكما رأى الآباء أباءهم يصلون يبني على أخطاء، قد يكون يعني هناك بعض الأخطاء بعض الهفوات، لأنهم أخذوا تلقوا عن بعض دون أن يرجعوا إلى المصدر. صح. صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وصفتها التي وردت عن الصحابة نقلوها لنا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فتحدث أحيانا بعض الأخطاء بسبب عدم الرجوع إلى المصدر نفسه في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فالأبناء يعلمون أن هذا البيت هو بيت الله عز وجل، المسجد، وله قدسيته واحترامه، وتقام فيه صلاة الجماعة، والصلاة ركن، الركن الثاني بعد الشهادتين. فلا بد أن يكون المسجد يختلف عن أي مكان آخر يذهبون به، يذهبون معه مع الطفل مثلا إلى منتزه ولا إلى مطعم ولا أي مكان آخر. هذا المكان يختلف. صحيح. يختلف لا سيما وقت الصلاة. يعني قد يقول البعض طيب الصحابة وغلمان الحبشة كانوا يلعبون في المسجد بالحراب وكذا. صحيح. لا مانع لهذا، ليس بين الأذان والإقامة، ليس وقت الصلاة. عرفت؟ صحيح. هناك أوقات أخرى. فوقت الصلاة هذا الوقت ينبغي أن ينشغل الناس بقراءة القرآن، بذكر الله عز وجل، بتحية المسجد، بالسنن. فينبغي أن يعلم الأبناء هذا الأمر ويصطحب معهم، لا يترك الأبناء. الآن اللي نرى في بعض المساجد أنه يأتي كثير من أطفال هؤلاء إلى المسجد وحدهم. أي صحيح. ويأتون مجموعة، يبدو جيران مع بعض، تجمعوا وجاءوا المسجد. فأين أبوكم؟ أين والديكم؟ ما غير موجودين في العمل، أو أخ أكبر مثلا منشغلين، فجاءوا وحدهم. طيب هؤلاء من يضبطهم؟ الأولاد الصغار. طيب، فينبغي مسؤولية المصلين ولا مسؤولية الإمام؟ الإمام، الإمام ماذا يفعل ويترك؟ يعني هذه مشكلة حقيقة. فإذا المسؤولية على الآباء والأمهات، كما أنه مسؤول عليهم تعليم أبنائهم الصلاة ل7 سنين، فكذلك تعليمهم ما يتعلق بالصلاة من الذهاب للمسجد بسكينة وقار، دخول المسجد والدعاء الدخول، دعاء الخروج من المسجد، تحية المسجد، لأنه المكان يختلف عن أماكن أخرى، هناك ركعتين تحية المسجد. كذلك اللباس، يعتني بلباس مناسب للصلاة، لا يأتي بلباس قصير. نعم. كما يفعل بعض الأولاد، يأتون بلباس قصير فوق الركبة ليصلي، أو يأتي بملابس عليها صور أشخاص أو صور حيوانات أو غيرها من الأمور. هذه كلها لا تليق بالمسجد، أو يعني العورة تنكشف عندما يسجد. هذه الأمور كلها من شروط الصلاة التي ينبغي أن يتعلمها الطفل مع تعلم الأمر بالصلاة. جميل جميل. نعم. شيخنا، المصلين يعني تختلف تصرفاتهم مع الأطفال، ما هي الطريقة المثلى لمعاملة هؤلاء الأطفال سواء يعني صارت مشكلة أو بدون مشكلة؟ يعني شفت الطفل مثلا في المسجد، أنا كمصلي شلون أتعامل مع الطفل؟ حفظكم الله. ممكن نضيف إلى ما ذكره فضيلة الشيخ بلال. نعم. أنه يعني التعليم بالنسبة للآباء
التعليم اللفظي انه يعني افعل كذا لا تفعل كذا، لكن الذي يؤثر اكثر التعليم العملي بالقدوه. نعم. يعني لما الطفل يذهب مع ابيه للمسجد ويرى يعني الاب من يدخل المسجد يقرا الدعاء يسلم بصوت منخفض، يعني مش مثل بعض المصلين يعني في اخر المسجد ويسلم على واحد كذا ومساك الله بالخير وشلونك وكذا، صح، فيشغل المصلين يشوش عليهم. لا، يتعلم انه شوف الوالد كيف يسلم الان على مهل سكينة، صوت فهو الان يعني تدرب عمليا. صحيح. كيف يجلس يصلي تحيه المسجد قبل ان يجلس. اي نعم. فتحيه المسجد اذا قرا قران بصوت منخفض، هذا الجانب العملي جدا مؤثر في ان الابناء ينضبطون داخل المسجد. اما بالنسبه لوضع المصلين حقيقة يعني نقول من هذا المنبر وهذا المكان الطيب المبارك، نقول أن ينبغي على المصلي أن ينظر إلى مسألة، وهي كيف كان يتعامل النبي عليه الصلاة والسلام مع بعض تصرفات الأطفال من أجل عدم تنفيرهم. فالمصلي لا ينظر إلى أن ننزعج الآن من صوته أو من حركته أو من كذا، وإنما ينظر إلى ما هو أبعد، لأنه اليوم هذا الطفل لو انتهر ورفع الصوت عليه وزجر مرة ثانية يمكن ما يجي للمسجد. صحيح. وفعلا يعني الشيخ بلال إمام ويعرف بعض المصلين، يقول لك يا أخي الأطفال ما قاموا يجون، ليش؟ لأن أحد المصلين يعني رفع صوت عليهم أو انتهرهم بقوة أو كذا. ولذلك هذه المسألة اللي يشوف نفسه عصبي من المصلين ويشوف حركة الأطفال وكذا يكلم الإمام. الإمام لما يأتي ويكلمهم بلطف بكذا. صحيح. يعني أنا أعرف بعض الأئمة حاط بجيبه يعني بعض الحلويات من يكلم الطفل وكذا ويسلم عليه مجرد سلام يعطي حلاوة كذا. صح. صح. هذا وإن كان شيء يسير لكنه يقرب قلوب الأطفال إلى المسجد ويحببهم. فلذلك المصلين إما أن يكون يعني المصلي عارف كيف يتعامل بحيث يتلطف ويتقرب إليه ويتودد إليه وما يشعر بأنه ينتقده الآن وينتهره، هذا يفعل. أما الذي لا يحس نفسه أنه شوية في شدة وفي عصبية وفي كذا لا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء لا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. فإذا نحن نريد نحافظ على هذا العدد القليل قياسا بالعدد الكثير من الأطفال اللي ما يأتون للمسجد، نحافظ عليهم حتى نعلمهم الدين نعلمهم الأخلاق. وأفضل مكان يتعلم فيه الطفل الدين والخلق هو المسجد. فإذا البيئة هذه بيئة صالحة فلا ننفر منها الأطفال. وكما ذكر فضيلة الشيخ بلال أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام كان اللين التام مع الأطفال، بل الترفق بمن يأتي بهم. يعني بعض الآباء لما يحس المصلين منزعجين وكذا هو يتضايق من الرسول عليه الصلاة والسلام. في حديث أنس أنه كان يعني يخفف الصلاة وهو يريد الإطالة، لمن؟ رحمة بأمه شفقة عليها. إذا معنى هذا نقول للمصلين حتى تكون الأمور طيبة بينكم وبين آباء أو أولياء الأطفال، الأمر هذا ننظر له نظرة أننا نتحملهم أسوة برسول الله، ومن كانت هذه نيته أجر على اتباعه للسنة عليه الصلاة والسلام. شارك. الله يربط إن شاء الله أبنائنا بالمساجد ويكونون من نشأ الصالح بإذن الله. جزاكم الله خير مشايخنا، كانت حلقة ممتعة، ونسأل الله أن يعلق قلوب أبنائنا بالمساجد. جزاكم الله خير. آمين. مشاهدينا الكرام، نشكر لكم طيب المتابعة ونلقاكم بإذن الله في حلقة قادمة مع برنامجكم مع الصائمين. إلى اللقاء.